يا صباح الخير ويا صباح النور وصباح السرور وصباح التيسير وصباح واحد الشميشه خارجه يا ربي تبقى شوف حنا خارجه لها الشمس وكتعيا يا ربي تبقى هاد الشمس هادي المهم لان الجو متقلب بزاف فجاه كيضربك الريح كتقدر تصب الشتا المهم انت وزهرك المهم هذا هو الجو ديال اوروبا كي داير هي لاباس عليكم اهم حاجه شكرا لكم بزاف 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 من القلب على رسائلكم وعلى تعاليقكم وعلى حبكم وعلى اي وحده خدات وقت وكتبت لي كلمه زوينه وتعي معايا وتقول لي كنفوجو معاك سير الله يسهل لك الله يفتح لك فشكرا اكيد كاين واحد البورسونتاج هذاك خليهم ساكن هذاك فهمتي كما كنقولوا القلب ما كيشاور المهم خليونا دابا في الزوين ارى لي الطاقه ارى لي الجمال المهم واخا التفصيل هذا اللي ناقص فيه واش عرفت النعناع نخشيو فيه ولكن ماشي مشكل حنا معدين بهذاك لو تيفا حنا معدين به المهم على هذه الاجواء الجميله لقيتونا يلا غادي نفطروا دابا المهم من نهار جيت لاوروبا ما كاينه الكرواسا كرواسا كرواسا لا فينا هو المسمن فينا هو المغرير فينا هما الفريشات ديالي ديال الصباح انا سبحان الله العظيم واخا كنفطرهم ماشي داك الفطور نيت كما نقولوا لك يبرد القلب غادي ان شاء الله نشربوا دي كويس هذا وغادي نطلقوا ان شاء الله اليوم فرنسا حنايا في فرنسا ان شاء الله غادي ندوزو وقيته زوينه غادي نمشيو واحد المدينه اللي من اجمل المدن الفرنسيه واللي هي انسي المهم هذه اكيد بزاف البنات اوروبا كيعرفوها انسي من بين اجمل الوجهات لعشاق الطبيعه والمناظر الخلابه والمياه والوجه الحسن المهم خليكم معايا ما نحرقش لكم مراحل قبل ما يبرد لي اتاي ديالي ورجعوا ان شاء الله نبداو الجوله ديالنا ويا بنات المهم هنا في التران في القطار غادي ان شاء الله تقريبا المهم من واحد المدينه فين كاينين دابا حنا في انماس غادي هاد المدينه سميتها انسي كما قلت لكم من اجمل المدن اللي على الحدود ما بين سويسرا وفرنسا عرفتي الطبيعه كي دايره خلابه كتحمق سبحان الخالق المهم انا غادي نقلب لكم ان شاء الله الكاميرا وتعيشوا معايا في وسط الطبيعه سلامتنا في لاكار دانسي المهم هي هادي درنا كما قلت لكم ساعه من هذيك انماس المهم انماس هي تابعه لفرنسا وهي بس زوينه هاد انماس هادي بينها وبين جنيف تقريبا شي 20 دقيقه ربع ساعه بالترام وبالطوموبيل ربما اقل المهم يلا نزلنا دابا من لاكار غادي نمشيو ان شاء الله نبداو الانطلاقه ديالنا في هاد المدينه الجميله كاين شي حماس واحد المنظر يا سلام صافي هنا بلاتي نكمل معكم هاد اللقطه ونطلع نضرب الصوره المهم شكون اللي هبيله بحالي عزيز على التصور المهم فين ما نشوف شي منظر خاصني اختي نتصور السوفينير انا عاشقه الصور من صغري وكنحاول هكا كنحاول نخبيهم كيبقاو دي سوفينير زوينين ملي كتكبري زعما ملي كتشرفي كتبقاي ترجعي ليهم المهم شوفوا لي واحد الجمال كيفاش دايروا الماء نقي 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 سبحان الله العظيم شوفوا شحال زوين هنايا المهم كاين البيدالوس تما راه اكيد تكونوا شفتوهم تما الا بغيتو تكريوهم ضربوا بهم هكا واحد الدويره وهذا هذا الماء هذا
غادي راه من الدخله. المهم حنا راه ضربت واحد طويله شوفوا مني هنايا، طلعتكم في لو بون باش تشوفوا واحد المنظر شكل ثاني. شو سبحان الله العظيم، انا يقتلوني واحد جوج بطاطا يبان لكم تما، عرفتي من الصباح وما نايضين في المقاتله كيضاربوا. شوف دابا كي كيتناقروا، شوف اواري. بالنسبه لهذا لو بون هذا اللي جينا ليه سميتو، هذا معروف انسي كلشي كيجي ليه، واللي هو بون دي زامور. زعما انتوما كيعلقوا الناس فيهم القفوله، ما يجوا خوه مره كيحيدوهم. فوالا هنا البنات قربتكم هكا تاخذوا فكره حتى لي بخي. بالنسبه لهاد لي بيدال كيديروا مثلا نص ساعه 16 اورو، 45 دقيقه 19، وساعه 22 اورو. يعني بالنسبه لدو 3 بيرسون راه مخيره هكا تجي وديروا هكا واحد السوق على هاد لو لاك هذا. يا سلام يا سلام، من قلب لولاك ديال انسي. شوفوا لي شوفوا لي يا جماله يا جماله تبارك الله ما شاء الله، شي واحد المنظر خلاب سبحان الله العظيم. شوفوا مهم بالنسبه كما وريتكم لي طاغيف، يعني صراحه هاد الفيو هذا باش تجي الدوري والجبال قدامك وسط لولاك واحد الشميشة يا سلام. بهداك لو بخي ديال 16 اورو بالنسبة لدو تال 3 بيغسون نص ساعة ولا هذا راه فريمون فينا. كيطلبوا لكم الكارت ديدونتيتي، يعني أي واحد فيكم يعطي كارت ديدونتيتي وسيروا خذوها وعيشوا عيشوا اللحظة. المهم شوفوا سبحان الله العظيم زوين، عرفتي كتبقي غادا وكتوقفي، سيرتو كاينين الشجيرات هكا في الوسط، الدنيا مبهجة الحمد لله. الله ما اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين، والله يفرحكم. وكنتمنى يعني من قلبي كنصور لكم هاد اللقطات وهاد المناظر بحب، يعني فريمون بحد الحب. لانه كما نقولوا كنفرح منين كنبقى نسمع ان الناس كيتساراو معايا وكيكتشفوا معايا بلايصات زوينين وكيستمتعوا معايا من ديورهم ومن بلاصتهم، كيقول لي سير انت صار، وكتبقاو تدعيو معايا دوك التعيوات زوينين. فالهلا يخطيكم عليا. هانتوما كنبيداليو فين وصلنا؟ وصلنا لهنايا حدا البطاط. كوكو بطيطات، كوكو زوينات الخنانيز، انا كنسميهم انا الخنانيز، اي حاجه كيوت كنقولها الخنانيز. زعما شو داك الدلع المشعكك شوفوا هنايا الجبال، ما سبحان الله العظيم منعش وكيبان صافي. شوف اش كيدير سبحان الله، ازرق وراه ما غارق. شوف يعني ما تخافوش، يعني ما غارقش بيان سور، لا بغيتو لي جيلي راه كيعطيوهم ليكم. وعلى هذا المنظر الجميل جيت لقيت هنايا واحد الماب مفصله باش تبعوا معايا الخطوات. المهم حنايا دابا كما قلت لكم جينا لهاد المدينه انسي. المهم حنايا فين كنا قبل، فاش المهم زعما حنا مسافرين اونصوم، مشينا لجنيف ياك سويسرا. المهم البنات اللي باقي ما شافوش هذا الفيديو كنصحكم تمشيو تشوفوه فريمون غادي تستمتعوا فيه. المهم مشينا لهاد لا كليمون، ها هو جاي من هاد لوغون، هادي جاي من فرنسا الوغ كيتلاقاو هنايا، هو داك لا كليمون اللي صورت لكم هنايا فين شاد هاد اير بي ان بي اللي فطرنا فيها اليوم مع بعضياتنا. المهم هاد المدينه هادي شدينا منها التران ب 13 اورو، يعني 13 اورو كتركبي لمده ساعه باش كتوصلي لهاد مدينه انسي. الوغ ساعه مخيره كتجي مزيانه هكا الا بغيتو تجلسوا في شي منطقه. المهم ان ماسره تابعه لفرنسا، حتى هي مدينه زوينه فيها يعني الحلال الماكله لي سوبر مارشي وكالميه فريمون زوينه زوينه بزاف. او ميم طون كتبقى لكم قريبه لجنيف شي 15 مينوت، وقريبه لكم هكا الا بغيتو تجيو لانسي. هنا غدا كنتمشى ولقيت هادي، شوفوا تبارك الله شحال واعره، ديكور خطير. المهم هي شجيره طبيعيه، غير هي محفرينها بهاد الطريقه ودايرين فيها الشريجمات، شو الشريجمات، والفوق دايرينها على شكل دار ودايرين مقاسمينها، وكل كوان دايرين فيه نوع العود ولا دايرين هذاك الصنوبر. شتو ديكور غزال. شوف بعدا الشجيره اللي جات حداها غزاله كتحمق. هنايا عاوتاني كوطي الاخر،
جينا دابا هنايا لواحد الجهه اخرى، ولهذه فيها لي ريستو لي كافي، هي النظام فيها كيحمق. وهنا كاين واحد لو مارشي، هذوك لي مارشي اللي كيكونوا كما نقولوا تقليديين، بحال المارشي كل واحد طويلته كل واحد السلعه ديالو. غادي ندوزو ان شاء الله نمشيو نكتشفوا هاد البلايص هادي، كتبان غزاله. وهاد لولاك هذا راه غادي يبقى تابعنا في الجوله ديالنا كامله، لانه هو شاد كما قلت لكم شاد واحد المسافه طويله. وتبارك الله الدنيا عامره، السياحه الداخليه وخارجيه، حتى زعما الفرنسيين كيجيو لهاد المدينه هادي، يعني هاد المدينه كتستقطب السياح ديال البلاد وديال خارج البلاد. فوالا كاين هنايا حتى الفخار ديالهم المعلنات ديالهم. شوفوا هادو شحال كيحمقوا البلاصه هادو، خاصكم تشوفوهم. شوفوا ديال المحابقات، هذا هو لاغ، شحال محابق كيدايرين واعرين. شو على فكره هادو ديال الصابون ولا ديال هذيك سبونج هكا ديال المواعن. شوف هاد المحابق هذا كيفاش داير، فريمون لاغ غزال. هادو تما الديكوراسيون ديال الجرده هكا، المحابقات كويسات. عرفتي هنا كيبان لك الفن، الفن. شوفوا لي هاد المحابقة عاوتاني كيفاش دايرين غزال. شوفوا على المنظر كيفاش داير، جميل جميل. مع كون كان عندي لو بوا كنت ديت منهم. شوف هاد الستيل هذا تا هو كيفاش داير، طويصلات كويسات. هنايا العشاق الازرق، ديكورات الزرق، داكشي على ضفاف المياه. شمو مارشي طويل. شو هادو تا هما شحال زوينين. ومام هنايا الديور الا لاحظتوا كاين في اللوينات، كاين في الزرق، كاين في الغوص، كاين في الابيض. المهم هاد الكوا هذا فين حاطين هاد المارشي فريمون زويون. وما نهضروش على النواق، شوفوا النواق على مواعنات حاطين فيه. كاين هاد لونسومبل هذا، شي داكشي فن، فن، لوحات فنيه. هنا اون فوا كتفوتوا داك لو مارشي صافي غادي تبقاو غاديين طوال طوال طوال. وشوفوا ليا المنظر كيفاش داير، كيبقاو غاديين هاد البريدج هادو كتار اللي كيفرقوا ما بين الزناقي والديور اللي حمقني الديزاين ديالهم بهذوك الالوان. فريمون فن، فن تبارك الله، الدنيا غزاله. وهنايا كاين هاد لو شاطو هذا، هاد الشاطو هكا كبير هو اللي بان لكم من القدام فاش يلا بدينا الجوله ديالنا. شوفوا هادو الديور مسكونين البنات، يعني كاين فيهم الناس ساكنين وكاينين فيهم اللي دايرين دي بروجي بحال دي ريستو. انا اللي قتلني هي هاد الكليسه هادي. شوف على الكليسه كيفاش دايره، شوف لي الشراجم، شوف لي لي ديتاي، داك الفدريش القديم، لو طوا كيفاش داير. عاوتاني تما تبان لك واحد الريستوران هي تما، عاد كاينه داك القوس عاوتاني كما قلت لكم، هالطواله كلها هكا جايه. وهنايا بنات مره مره كناخذ هكا وقت سورتو البنات هكا في انستغرام بزاف بزاف. دابا مع الصيف الاقتراب لي زيتوديون غادي يبداو يجيو، كاين اللي كيدفعوا للمدارس في هاد لا بيريود هادي، كاين اللي باغيين عاوتاني يدفعوا للهجره ولا كيقلبوا على داك كونطرا طرافاي، لانه كيبقى احسن وقت. الناس هكا اللي باغيين يجيو هجره ولا كما قلت لكم عمل ولا دراسه لكندا، احسن وقيته هو من دابا حتى الماكسيموم شهر 10 ولا 11. يعني حاولوا الواحد ييفيتي يجي في ليفر، ليفر كيكون صراحه كبدايه في كندا قاصحه قاصحه شويه. مهم بزاف كيسولوني على المكتب ديال الاستاذ سامر الجسري اللي كيبقى يعني كما قلت لكم استاذ ومستشار في يعني في امور الهجره بشتى انواعها. وتبارك الله راه ما كاينش شي بوحدو، انما عنده بيرو عنده ايكيب اللي كيخدم معاه، وقريبا جدا جدا غادي يكون عنده الفرع ديالو بالضبط في كازابلانكا ان شاء الله. غادي يدير الفرع ديالو في المغرب، وحاليا راه كيقلب حتى على الناس اللي كيخدموا باغيين زعما يخدموا معاه. فيعني الا كنتو انتريسي حتى بهاد القضيه تقدروا تواصلوا معاه يعني في لاباج ديالو او عبر الواتساب. هذا من غير الخدمات كما قلت لكم اللي كيقدم مكتب ديالو، انه يقدر يقدم معكم ملف الهجره، يقدر يقدم معكم يعني يعني مثلا اللي باغي يجي عقد عمل وما متاكدش من مثلا من الشركه اللي كتكونتاكتي، ما عرفاش واش هذاك الشيء يعني بصح ولا يعني نصب ولا يعني عنده شكوك، يقدر حتى هو يتواصل معاه. اضافه للملفات الهجره اللي كيقدر يقدم معكم من ازاد، من الشروط، من الاوراق كامله الاداريه اللي غادي تخصكم. Thank you.
قلت لكم الاحتياط واجب ضروري، جاكيطه والكاشكو اللي يكون معاك. المهم كيف جاتكم؟ قولوا لي بصراحه كي جاتكم هذه الجوله هذه في الازقه ديال المدينه القديمه عسيره. المهم كنحاول نصور لكم، كنحاول نخليكم تعيشوا معايا هذه اللحظات، ولكن سبحان الله العظيم ما عرفتش فاش كتكوني كدوري هكا في شي حي قديم ولا شي منطقه قديمه كيكون احساس زوين. شوف لي دابا انا لاريير بلون اللي كنصور لكم فيها غزاله، وهنايا الماء دايز. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله قرب هكا وقت الغدا، ما عرفناش كيفاش نكون ديجا دابا تكون شي 3 ولا 4. يلا نشوفوا ان شاء الله شي كوار هكا فين غادي نتغداو. وفي الجهه الاخرى دابا فين كنصور لكم هي ها كاين عاوتاني واحد البارك فريمون زوين، حتى هو بارك كبير في بلاصه الالعاب. و اون فوا صافي غتخرجي على هاد المناطق هادو هنايا صافي غادي ترجع للمدينه النورمال، يعني المودرن، عمارات عاديين، شركات، لي بيرو، داكشي. والحاجه عاوتاني اللي زوينه في قلب المدينه القديمه هو يعني اللي كيبغي يشري هذاك كما نقولوا المنتوجات المحليه، وبحال الفرماج، وعندهم المورانغ. المورانغ عندهم واحد المورانغ ماشي بحال هذاك اللي كنعرفو صغير، عندهم مورانغ كل وحده هي وحده كبير فريمون كبير. باش كتعجبك هنايا فرنسا ما كتوحليش في الماكله. المهم هنايا المحلات الحلال والعرب وداك الشيء كتولي كتشرط هذيك الساعه، تولي تقولي ناكل مكسيكي ولا ناكل لبناني ولا ناكل البرجر. المهم تبارك الله كلشي موجود. المهم انا تشهيت صراحه بيني وبينكم شي تاكوس ولا شي بوريتو. المهم جينا عند واحد المحل نيت هنايا حلال بس عنده شي برطاسات كان كيصايبو ما نعاودش ليكم. صافي ان شاء الله غادي ندوزو دابا نعمروا الكريشه باش نكملوا ان شاء الله الجوله ديالنا. فاش جيت ناخذ الماء جيت لواحد السوبر مارشي عاسي جاني واحد الحنين منين شفت. شوف البنات شنو شفت، يمكن شفتي سويس، عقلت على داك التيسويس كما كنقولوا ليه ولا جيرفي. كان هذا كيفاش كنت كناكلو معاه كان مسوس. المهم قولوا لي واش انتم عندكم هاد الكرايس، كنت كنقلبو في الطبسيل وكنزيد عليه معلقه السنيده ونمعكو معاها وناكلو. واحد السعاده كتعيشيها ملي كتكوني كتاكلي هادشي. وحق الله الا شفتو وانا نفرح فرح فرح بحال شي بنيه صغيره عطيتيها شي كادو ولا شي حاجه. دابا هذا شنو غادير فيه اختي؟ ديه معايا للدار اليوم الليله، اليوم قصاره بتيسويس. وصراحة لي يوغرت عندهم زوينين. ندوزو ان شاء الله دابا فينا، ونسيت الماء ونسيت كلشي ملي لقيت بتي سويس. وما غاديش نوقفوا غير عند بتي سويس، انما شوفوا ليا جوكي. قلت البنات على جوكي واو تيدو من فرنسا حيو في الذكريات. هنا البنات واحد البلان يلا وقع ليا هنا. المهم اش غادي نقول لكم؟ المهم فرنسا راكم عارفين دائما كيبقى الجاليه المسلمه كيبقى عليها واحد كيما نقولوا العيون عليها كثيره. المهم هنايا لاحظتوا هذه المساله هذه باول حاجه كتبدا من النظارات. كاين شي ناس كيشوفوا فيك شي شوفات راه لا حول ولا قوه الا بالله، من غير اللي كيبقى هكا كذاك العبد كيتبعوا بحال ما عاد شي كائن غريب. المهم دابا غاده هكا يلا خرجت هكا خديت الماء، جا واحد الدري هو وصاحبو دايرين هكا ساكادو ديالهم داكشي، ويجيو يقول لي اكسكوزي مو بحال هكا، قال لي اكسكوزي مو بحال هكا، انا قلت لي سوري، ويقول لي قال لي والله شو زعما ديك اللعبه زعما راني عارفك زعما راني كنعرفو والله هذه يمكن محفظينها لي، قال لي والله جو في دافاني غاسيست بحال هكا. لقيت انا وصاحبو كيجرو زعما ديك اللعبه راني غادي نجي وما عرفت شنو زعما ديك اللعبه راه، قال لي والله زعما جو في دافاني غاسيست زعما راه ديك اللعبه انا غادي نتخلع. كان هو زعما توقعاته عاليه زعما منين غادي يقول لي ديك اللعبه راسيست زعما راه غادي نتخلع وغادي زعما غادي يجي يضربني ولا ما عرفت شنو هذيك اللعبه. وانا مشيت قربت ليه هكا حمرت فيه قلت لي زعما ديك اللعبه شنو كاين. صافي ديك الساعه صاحبو جرو قلت لي داري على مراد ناري على مراد. دابا كتحسي المهم كيما قلت لك كتحسي بمعاناه هنايا الجاليه، ولكن غادي نرجعوا ما غاديش نعمو. يعني كاين ناس صراحه اللي جونتي تلاقيت بهم. السوق عندهم تشوفوا لي الكفيفات اللي فيه داكشي التقليدي غزال. شوف الكفيفات كي دايرين غزال لوينات. المهم داكشي ديال الفرماج وداكشي اللي كيصايبو هنايا. المهم كاين عاوتاني شوفوا لي الكفيفات تاع الدوم. كي هذا نوريكم بحال هكا كيباعوا كخبيزات بالعيبات لي بيسكوي ساندويتشات هنايا. المهم هذا فكرني في الزنايقه ديال مراكش شو تماما. هنا انواع ديال لي شوكولا
شوفوا لي كدير واعري تخيل معايا هادشي البنات دي بونبون صراحه هنا المحلات عندهم داكشي متول كيحمق شوفوا لي القريعات لي كونفيتور هذا يعني تحضير منزلي هنايا الخبز شوفوا لي هنا التاويل هنايا بحال الحلاوي اللي عندنا في المغرب ديال المكسرات هادي باللوز افيلي هادي باللوز والبيستاش هادي بهذاك البندق شوفوا لي واحد المحل عاوتاني هذا عجيب شوفوا لي الكفيفات لي كولور ديالهم هنايا دا تاو كله غير داكشي ارتيزانال عند هنايا هكا داكشي د الحوايج هنا دايزم حدا واحد المحل على شكل تريتور امبورتي يعني كتختاري اللي بغيتي وكيقادوه لك شوفوا ليا هذوك لي بودان ديال الخضره كيفاش دايرين شوفوا الصومون كيفاش داير معمر غزال كيحمق ني ساسيت خلاص لي زيسكارغو خلاص كيبقاو من الاكل ديالهم وغادي ندوزو للمنيو ديال السلطات عندهم عاوتاني واعر انا اللي كيبان كويشه هي واد انواع لي كروفيت شوفوا هذا بالاعشاب هذا بصوص بلونش وهذا بصوص حمراء هذا حار هنايا هذا ديال الفخوي دماغ شي المهم زوين عجبني هاد ستيل هذيك الفليفله شوفوا هاد الفليفله الحاره اللي معمره وعدنا للبيت بعد يوم جميل وهادي في احضان الطبيعه نتمنى نتوما تكونوا فوجتوا معايا ولكن ما كانش يمكن لي اخترجع بلاش بلا هذا هادشي والله الا واحد فرحانه فيه بحال شكل معاودش ليكم المهم كنقول يا ربي نلقى السنيده باقي ما بقشش هاد البلاكارات مزيان نلقى السنيده سينو خاصني نضطر نرجع نشري السنيده مشات لي من بالي لان حلاوته ولا عقلته كنشدو الطبصيل المهم قولي واش نتوما كنتو كديرو كنشدو الطبصيل ونعكوه معايا مزيان بالسنيده ونبقاو ديك الساعه ناكلو كتسمعي قرقب 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 في هذيك المعلقه الطبصيل كنتي عايشه السعاده المهم اليوم غادي كما نقولوا ختم نهار بحد جوج ولا شي ثلاثه ان شاء الله قولوا لي نتوما واش عندكم حتى نتوما ذكريات معاه وقبل ما نختم كما العاده البنات اللي باغيين يصيفطوا لعائلتهم واحبابهم هكا تحويلات نقديه في هذا الشهر هذا خصوصا مع اقتراب العيد كاينه لابليكاسيون اللي كنخلي لكم كود برومو ديالي واللي هو انتصار 05 هذه البنات اول حاجه كتصيفطوا الفلوس فابور يعني ما كتخلصوا عليهم والو ثاني حاجه بالكود برومو ديالي كيتزادوكم فلوس بنات كندا وامريكا كتزادهم 10 دولار على التحويل النقدي ديالهم وبنات اوروبا كتزادهم 5 اورو ثالث حاجه انكم كديروها غير من تليفونكم كيخلي لكم لو ليام لي تيليشارجيو هاد لابليكاسيون هادي يعني في دقائق كتقدري ديريها بلا ما ديبلاسي حتى شي اجونس اخرى واللي زوينه هما الفلوس كيوصلوا سوغ بلاس يعني كيقدروا يتيروهم مع عائلتكم وحبابكم بلو كود اللي كيوصلوهم في تليفونهم من كاش بلس ومن وفا كاش ومن تجاري وفا بنك يعني ثلاثه بهم كيقدروا يتيروا منها هاد الفلوس هاد الفلوس هذا هنا دابا اهم حاجه تركزوا لي عليها واللي هي هاد اللقطه هاد اللقطه اختي جارفي بتي سويس وذكرياته الجميله في الطفوله وكانت السعاده هي ملي كتحطي واحد السنيده المهم حنا ما لقيتش السنيده فاكيد كاين السكر السكر هذاك الاسمر دعكسو مزيان وغادي نجيو لهاد اللقطه دابا ركزوا ليا في هاد اللقطه هذه شوفوا 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 انتوما كتجيبوا هنايا كتحيدوا لك الكاغيط وراك هذيك الساعه معاك يا ما تمعك دابا حرك يا ما تحرك حرك يا ما تحرك واش حكا كانت هاد اللقطه هذه شحال كانت كتكون زوينه ايوا حنا حركنا سبحان الله كانت فيه واحد التكستور شوفوا كي دايره جيري ماشي جاري زعما عاقد ايوا المسامحه اللي كان عزيز على هاد الطبقه هذا صغرى وما بقى لي الا نخليكم هنايا تهلاو في راسكم نتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته خفيفه ظريفه كما العاده وما تنساوش تخليو ليا تعليقكم لتحت وارائكم ومهم هذاك كلامكم الزوين فريمون كيوصلني اللي خطاكم عليا وبوسات كبار 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 ومع السلامه